يا سارة الصبوح، يلا يا جيجي اقعد، حتى انا اليوم كلش فرحون لان الاجواء صارت كلش حلوه. اي صحيح، لان اخيرا خلصنا من الصيف وهسه اجى موسم الخريف. يلا يا جيجي اطلع وخلي نشوف شنو برا. بس انا جيت بالجديد لهاي المنطقه، حتى البارحه بنيت البيت. والله الأجواء حلوة، حتى هاي المنطقة أسطورية، حتى كلش عجبتني. حتى قاعد أسمع أصوات عصافير، هاي كلها بسبب إنه أكو شجارنا هواية ولهذا يعيشون العصافير بهاي الأماكن. يا جيجي والله أنا عجبني، حتى عجبني أقعد هنا بهذا المكان، حتى ما أقعد بالبيت لأن أنا القعدة تصير كلش أسطورية وحلوة. بس انا شو راح اسوي؟ معقول انا راح اقعد هنا بالقاع؟ لا مستحيل، احسن حل اصنع لي كرسي وطبله حتى اقعد بهذا المكان. يلا يا جيجي استعجل، هسه بدايه لازم تاخذ الاغراض اللي تحتاجها حتى وراها تبدي تصنع. يلا خل اجمع. يلا اوكي، بالبدايه شو راح تسوي يا جيجي؟ لازم بالبداية اوكي تصنع هنا، اوكي خلي اثنين هنا، وبعدين اجيب من اي خشب احتاج، اوكي احتاج من هذا، وبعدين اجيب السلاط اخليه هنا يكون زين. هسه واخيرا كمل عندي هذا الكرسي، اوكي ما راح اخليه بهذا المكان. يلا خل اقعد هنا واشوف. واو والله هذا الكرسي اسطوري وحلو، حتى انا اعرف اصنع كراسي. بس انا مو مهمتي اصنع كراسي، اني اصنع طيارات اسطوريه، حتى اني جيت لهاي المنطقه لان عرفت هنا ما عندهم طيارات، ولهذا اني جيت حتى اصنع طائرات وراح اسوي لي محل ابيع بيه الطائرات. والله فكره عبقريه، حتى احتمال راح اربح هوايه دايموند. بس بالبدايه شو اسوي بعد؟ اوكي ساني صنعت هذا الكرسي، اوكي لازم اصنع بعد طبله. يلا خل استعجل، هسه جيجي شو راح تسوي؟ اوكي خل اجيب هذا الخشب اخليه هنا الاثنين، وبعدين هنا كل زين، هي كملت الطبلة. واو والله كل زين، راح اخليها بهذا المكان. حتى انا ايش راح اسوي؟ اخلي عليها ايتم ولازم اكل، يعني سيجا وقت الريوق وانا لازم اتريق واشبع. بس يلا اوكي خلي اروح اصنع لي ايتم على السريع. اوكي وين الادوات مالتي؟ اوكي عندي هذا هم زين، اوكي لازم اصنع بعد خشب، لازم اصنع استيكات، اوكي كل زين هسه صار عندي ستيك. اوكي بعد لازم، اوكي صار عندي هوايه، وراها لازم اخليه بهذا المكان حتى اقدر اصنع. هسه انا صنعت الفريم. يلا اوكي هسه لازم اجيب الفريم واخليه هنا ولو صار عالي، بس يلا اوكي. ايش راح تسوي بعد جيجي؟ لازم تاكل. بس انا صحيح انا البارحه زرعت الجزر هنا، ويا تكمل الجزر، حتى خليت مي هنا وكل الزين. حتى كمل الجزر على السريع، يلا خل احصده على السريع. اوكي هسه لازم اكل واشبع، خل اخليه هنا الجزر يكون الزين. يلا هسه لازم اقعد هنا حتى راح ابدي اكل. يلا ثاني خل اطلع وبعد اروح للاسواق. بس ايش قاعد تشوفوني؟ جارتي هي صحيح، لازم اتعرف على الجاره. شوف اسمعني. نعم اسمحك تخلي كرسي هنا وتخلي الطبله. اصلا هذا شارع مو هنا مطعم، وقاعد تتفرج هنا براحتك. يلا جابي غراب. شنو هي تمني سمعك اصلا ايش تحكين وياي؟ هي اسمعيني، انا الجار الجديد، انا البارحه بنيت هذا البيت. بس واذا انا خالي الكرسي مقابل البيت مالتي، يعني ماكو اي مشكله. اسمعني اصلا هذا الشيء ممنوع، انت عارف انت قاعد تزعج الناس. بس شنو هذا يقول جار؟ انا اتمنى ما عندي جار، انا اصلا اكره الجار الفقراء، اتمنى ان يكون عندي جار اغنياء حتى يكون بيتهم للدايموند مو في هذا البيت المقرف. شنو هي اسمعي انت من قلت انا اصلا فقير، اصلا انا جيجي، انا كلش معروف، حتى انا دان كنت بقريه ثانيه وصنع لهم طيارات اسطوريه. صنع طيارات؟ شنو انت ليش قاعد تضحكين اصلا؟ انا متاكده انت صنع طيارات ورقيه، واكيد الاولاد قاعد يشتروها منك. شو طائرات ورقيه؟ هي انا ما قاعد اقصد لعبه، انا اصنع طائرات حقيقيه حتى الناس يشتروها من عندي ويطيرون بالسماء. يشتروها منك؟ شوف اسمعني، لو انت الاخير واحد بالعالم صنع طائرات انا مستحيل اشتري منك. يوم تقدر اشتريتها راح اسقط على السريع، حتى راح اموت ويصير بي شيء. لا مستحيل. شنو والله هاي الجارة مزعجة، بس هوني شو عليه بيها اصلا؟ شوف اسمعني، انا جيت احذرك، شيل هذا الكرسي والطبلة منه، يلا روح ابتعد. شنو هاي شو عليها؟ ايش قد مزعجة هاي البنت؟
بس هو معقول أنا يشيله منه؟ يلا أوكي، احتمال صحيح، احتمال القرية ممنوع يسوون كراسي مقابل الباب، بس يلا أوكي أنا راح أجمع هذا الكرسي الكسرة على السريع وراح أنقله. يلا انكسر انكسر، يلا أوكي خلي أكسر هذا وراح أروح بالحديقة مالتي، يعني أصلاً أنا عندي حديقة حلوة بالبيت. إيوه حتى الحديقة أحلى من الشارع. يلا اوكي هسه ما راح اخلي الكرسي، اخليه بهذا المكان حتى دائما اقعد هنا جوا الاشجار. حتى انا قاعد افكر راح اشتري قفص كبير واخلي بيه عصافير وراح تكون من كل الالوان، حتى راح اشتري ببغاء كلش حلو. يلا اوكي هسه لازم اخلي الكرسي هنا، اوكي هاي الطبله، وبعدين اخلي هنا الفريم، واني ما ردي اقعد هنا. يلا اوكي هسه هنا كل زين، بس لازم اقعد. بس يا جيجي معقوله انت راح تقعد؟ لا 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 مستحيل، أنا لازم أبدي أشتغل ولازم أبدي أصنع الطائرات حتى أقعد أبيعها للناس. ورا راح يصير عندي هواية دايموند وأقدر أغير بيتي وأسوي بيت الدايموند الأسطوري. يلا يا جيجي لازم تروح تجمع أغراض على السريع، يلا خلو أروح. يس طلعت من هذا المحل واشتريت هواية شغلات أحتاجها. بس شنو؟ صحيح هذا الفقير شال الكرسي والطبلة، بس لو ما شالها كاني كسرتها. جار فقراء مزعجين، بس هو قاعد يخبرني ويقول هو يصنع طائرات. بس معقول هذا الفقير يصنع الطائرة؟ قمت ايدا قاعد يكذب علي، بس هوني اصلا ما لي علاقة بي، احس شنو ادخل البيت وكمل شغلي. يلا خلي ادخل. يس انا رجعت للبيت، وهسه لازم اجمع الغراض مالتي حتى ابدي اصنع طائرات خرافية. حتى انا كلش فرحان، انا متأكد راح اسوي محل وراح اعرض بيه كل الطائرات والناس راح يشترون مني، انا متأكد. يلا يا جيجي هسه لازم تجمع الغراض مالتك اللي تحتاجه حتى وراها تبدي تصنع. يلا اوكي هنا عندي الريدستون، وهنا عندي كلش اوبسيديان، وهنا البيكاكس احتاجه، اوكي كل زين. يلا يا جيجي استعجل استعجل، انت لازم تصنع. بس لازم اجي على كرافتنج تيبل واخلي هنا عندي الاكس بالبدايه والبيكاكس، واحتاج لها ايرون انجت، وبعد ما شنو احتاج الاوبسيديان كلها موجوده عندي، وعندي هنا الريدستون، وهسه راح اخلي هنا الجولد، وهنا اوكي الكرافتنج تيبل. واخيرا انا قدرت اصنع المنضده اللي عن طريق هاي المنضده اقدر اسوي طيارات اسطوريه. يلا يا جيجي اخرج على السريع. اوكي بس وين راح اصنع؟ باي مكان؟ اوكي انا راح اخليه بهذا المكان حتى اخلي الطيارات مالتي هنا وابدي اعرضها للبيع. بس بيش راح ابيع الطائرات؟ يلا اوكي راح ابيع الطائرة الوحدة ب10 دايموند. والله متأكد راح اصير غني. اوكي شنو احتاج؟ اوكي احتاج بداية المروحة واحتاج خشب. يلا خلي استعجل على السريع، خلي ابو عشقد عندي ايرون، عندي اوكي عندي هواية ايرون راح اقدر اصنع كلش هواية. اوكي احتاج 3 2، اوكي 2 2 هنا كل الزين. اوكي ايش صار عندي؟ صار عندي مراوح 2 حتى راح اصنع الطائرة. بس وين الخشب؟ اوكي اوكي من اي خشب احتاج؟ راح اصنع من هذا الخشب العادي. يلا اوكي جيجي اخذ من هذا ومن هذا، بس لازم تستعجل وتصنع اول طيارة اسطورية. يلا يا جيجي اوكي هسه لازم تخلينا المروحة، وبعدين اوكي خلينا ايش قد احتاج؟ احتاج 7 واتوقع هواية، اوكي احتاج بس 5. يلا خلينا نشوف. واو انا قدرت اصنع هاي اول طيارة بهاي المنطقة، حتى انا راح اعرضها وين اخليها باي مكان. يلا كل زين. واو والله صارت طيارة اسطورية حتى كلش حلوة، يعني اقدر اصعد بداخلها ونطير. بس هي هسه ما راح تطير، لازم اصنع المحرك مالته. يلا خلي استعجل حتى اصنع، يلا خلي اركض. يا جيجي هسه جت مرحلة صناعة المحرك حتى وراها تكمل الطيارة. بس هذا أول واحد إجى، أنا متأكد متفاجئ بالطيارة مالتي. يلا يا جيجي بس يا بعدها ما كملت، بس لازم تشوفون الكابل ستون. اوه صحيح انا ما عندي كابل ستون، بس انا شو ما انتبهت على هذا الشيء. يلا يا جيجي ولا يهمك، لازم هسه تروح تبحث، اكيد هنا موجود صخر كلش هوايه حتى وراها تجمع تقدر تسوي المحرك. بس بدايه شو اسوي؟ لازم بدايه اصنع طباخ،
بس شو اسوي وين راح اروح؟ يلا اوكي هسه انا وصلت هنا، لازم اعبر منك من ذاك الجسر حتى اروح اجمع كابل ستون. واو بس هنا النهر كلش حلو اسطوري. هسه انا تقربت على هذا الجسر. يلا يا جيجاني البارحه من جيت شفت اكو كيف هنا صار قريب على هذا القصر، واذا رحت وجمعت كابل ستون حتى ورا اكمل المحرك وابدي ابيع طيارات. يلا استعجل استعجل يا جيجي. بس والله الاجواء كلش حلوه واسطوريه. يلا يا جيجي انزل. يصح هنا اكو ستون هوايه. يلا خل اجمع. بس انا ايش قد احتاج؟ اوكي احتاج تقريبا 9، هسه صار عندي 3. يلا خل اجمع كل هذا على السريع. خل ابغى ايش قد راح يصير عندي؟ اوكي صار عندي 5 6 كل زين. لا غلط هاي مو كبر ستون. يلا اوكي خل ابغى ايش قد صار عندي؟ 10. بس انا هذا كله راح يفيدني. يلا اجمع بعد يا جيجي كل زين. هسه صار عندي 15. يلا يا جيجي هسه اجى مرحله صناعه المحرك، لازم تستعجل على السريع وترجع. بس بداش عاجبني عاجبني اسبح بهذا النهر. يلا يا جيجي 1 2 3 يلا اقفز هوب. واو والله الاسماك هنا كلش حلوه، حتى انا قاعد اسبح وياهم وهم يعرفون اني سباح محترف. يلا خل اخرج على السريع. يلا يا جيجي بس والله ما حش قاعد اشوف. هاي هجمت هاي السمكة السامة، هجمت على السماء الأسماك البقية. بس يلا أنا ما علي بيهم، هسه لازم أرجع على السريع حتى أصنع طباخ وأقدر أسوي لي محرك. يلا خل أركض. هسه أنا تقربت. يلا يا جيجي أنت لازم ما تتأخر، لازم اليوم تصنع أول طائرة حتى اليوم تبيعها وتربح دايموند. يلا أوكي هسه لازم أجيب الكابل ستون. يلا كل الزين. هسه انا قدرت اصنع هذا الفرن، بس وراش راح تسوي يا جيجي؟ هسه يلا اوكي لازم اخذ بقيه الاغراض اللي احتاجه، احتاج الريدستون واحتاج الايرون واحتاج بعد شنو؟ اوكي احتاج من هذا السموث ستون. كل الشغلات تفيدني حتى اقدر اصنع المحرك. بالبدايه اوكي وين الايرون مالتي؟ احتاج اخليه هنا بالضبط بهذا المكان، وبعدين اوكي اخذ هذا السموث ستون اخليه هنا، وبعدين اجيب هذا الفرن. كل زين انا قدرت اصنع هذا، هذا يسموه فرن الاسطوري المحدث، هذا يكون بعد اقوى، بس راح اقدر عن طريقه اصنع المحرك. يلا اوكي هسه شنو احتاج؟ بس ولا لا ابغى احتاج المروحه منه اخذها، واحتاج شنو بعد؟ اوكي احتاج هذا. يلا كل زين يا جيجي هسه لازم تبدي تصنع المحرك. خلي هنا 3 وبعدين اجيب المروحه، اوكي خليه بهذا المكان، وبعدين اجيب الايرون اخليه كله هنا، وبعدين شنو اوكي هذا اللي صنعته الفرن المطور، وبعدين اجيب شنو الريدستون اخليه هنا. واو هسه انا قدرت اصنع هذا المحرك، هو هذا محرك الطائره الاسطوري. يلا يا جيجي استعجل على السريع، يعني الطياره ما تشتغل بدون محرك. يلا اوكي خل اخلي محرك هنا. واو واخيرا الطياره مالتي بدت تكمل. بقى شنو احتاج؟ هسه صحيح الطياره ما بيها وقود، لازم اجيب عندي الفحم حتى اخليه بالطائره وتبدي تشتغل. يلا اوكي وين الفحم عندي؟ يصح عندي هنا فحم هوايه. يلا اوكي يا جيجي استعجل على السريع وخلي الفحم هنا. يلا كل زين واجيب هسه هذا الفحم وخليه هنا. واو والله الطياره بدات تشتغل. يلا اشتغلي يا طياره. يلا لازم اطير على السريع. يلا طيري طيري. واو واو هسه انا راح ابدي اتفقد هاي المدينه. يلا يا جيجي انطلق بعد اسرع. سوى والله مدينتي اسطوريه وحلوه، حتى ساني قاعد اطير وافتر بالمدينه. يا ساني رجعت. يلا يا طياره تعاي تعاي هنا. كل زين يلا خل انزل. واو اخيرا كملت عندي اول طائره، هسه لازم ابدي اصيح الناس هي اسمعوني يا ناس، انا بديت اصنع طائرات واللي عجبه يشتري طياره، انا عندي طياره اسطوريه. افتحوا الباب افتحوا الباب. يلا خل اقعد هوني يا جيجي، هسه صار الصبح بس ما اعرف من اجى على البيت مالتي وش يريدون. يلا خل اطلع على السريع. نعم تفضلي. مرحبا ابني، شوفوا ابني انا جيت مرت من هذا الطريق وشفت عندك طيارات كلش حلوه، حتى كلش عجبتني. انت هذا تبيعها؟ اي صحيح اني مصنع الطائرات اني جيجي. كلش قد اكو ناس هنا. طبعا ابني حتى كل الناس قاعد يسالون، يريدوا يعرفون ايش سعر هذه الطائره حتى نشتريها. اسمعوني يا ناس.
الناس. أنا جيجي أنا مصنع الطائرات، وهاي الطائرة الوحدة سعرها 10 دايموند. هاي كل الزين يا ابني، بس هاي طياراتك أسطورية وحلوة، حتى أنا أريد أشتري طائرة. أنت بدلة تهتم عمو، البداية خل أبيع لهاي المرة وبعدين راح أبيع لك. اسمعني ابني، أنا عندي ابن يعني بعمرك، بس أريد أسوي له مفاجأة واشتري طائرة. بس إيش قد راح تدفع؟ هسه راح تدفعين 10 دايموند. تعي شوفي، تقدرين تاخذين هاي الطياره جاهزه، حتى بس تصعدين بيها راح تطير هاي الطائره. يعني كلش حلوه، بس راح اخذها واروح. يلا خل اجرب. واو، هي صحيح هسه هي طارت، انا بعت اول طياره. واو. شوف اسمعني يا عمو، اذا تريد انا عندي هاي الطياره الثانيه، حتى عندي اشكال كلش هوايه. يلا تعال يا ناس واشتروا الطائرات. بس انا اريد انام، بس حتى ما اقدر انام. ها شو الانزعاج؟ انا قاعد اسمع صوت طيارات، معقول يكون اكو صار هنا مطر قريب علينا؟ احسن شي نطلع واشوف. شوف ايش قاعد يصير بالقريه. هل هاك الطيارات هنا موجوده؟ حتى قاعد اشوف كل شوي اكو ناس. اسمع، كل هذا الفقير صنع كل هذه الطيارات. لا مستحيل اسكت، متاكد هذه الطيارات حتى ما تطير، تطير شويه وتسقط. احسن شي اروح اخبر الناس. يلا خلنا نركض. واو، بس انا كلش فرحان، انا قدرت ابيع هواي طيارات، حتى صار عندي 40 دايموند. هي اسمعني عمو، ابني انا اريد، ما اريد هذا اللون، اريد اللون القبله، كان لون كلش حلو. انا العمو لا تهتم، اصلا هاي الطياره مشكله كلش حلو، وانا متاكد راح تعجبك. مستحيل، هذا الفقر قاعد يصنع طيارات وكل الناس مصدقين بي. شوف اسمعوني يا ناس، انا انصحكم اي شخص ليش يشتري هذه الطائرة، يكون هذه الطائرات اللي قاعد يصنعها هذه كلها قاعد تسقط، وانا انصحكم انه لا احد يشتري. اي ايش قاعد تسوين؟ وانتي من قلت ايش يسوي؟ انا بالعكس طياراتي اسطورية وكلها تطير. اسمعني يا فقير، اصلا انا ما صدق بيك انه هذه طيارتك اسطورية، عم تقدر تطير مسافة كلش قريبة وبعدها تسقط. أنا لازم أحذر الناس، يا ناس تشترون لا تشترون. شنو؟ إذا هاي الطيارات تسقط؟ إي طبعاً أنا ما راح أشتري، مستحيل أشتري. شنو؟ لا مستحيل، والله هاي البنت كلش مزعجة، حتى خبرت الناس إن طياراتي تسقط، بس أنا طياراتي أسطورية ومستحيل تسقط. هي صدقوني يا ناس، هاي قاعدة تكذب عليكم. أنا ناس ما قاعدة أكذب، حتى إذا ما تصدقون، أنا شفت أكو طيارة وشفت هناك طارت وبعدين سقطت. صدقوني. شنو؟ مستحيل يكون صاير هذا الشيء. أحسن حن أركب الطيارة مالتي وروح أتفقد. يلا خلي أروح. يلا يا طائرة اشتغلي، أنا لازم أروح أتفقد. معقول يكون الطيارات سقطت؟ لا لا مستحيل يصير هذا الشيء، أصلا أنا طياراتي أسطورية. يلا استعجلي يا طائرة طيري. يس أنا قدرت أطير، بس لازم أتفقد هذا المكان. بس أنا قاعد أشوف ماكو أي طيارة ساقطة، أصلا ماكو أي شيء هنا. والله مستحيل، هاي البنت قاعدة تكذب، حتى ما قاعد أشوف أي شيء. معقولة تكون هاي قاعد تحكي حتى تخلي الناس ما يشترون مني؟ لا مستحيل يا جيجي، انت لازم ترجع وتخبر الناس انه ماكو اي طيارة سقطت. يلا خلي اروح. يس انا خبرت كل الناس انه الطيارات هذي قاعد تسقط، بس ولو اني ما شفت شي، بس انا لازم احكي هذا الحكي حتى الناس ما يشترون مني ابد. يلا ساش راح اسوي؟ بس هو صحيح، معقول كل الناس يصير عندهم طيارات وهن يروني الغنية ما عندي أي طيارة؟ أنا أحسن شي حتى راح أروح أرمكم كلش بعيد وأروح القرية جديدة، حتى راح أشتري طيارة كلش حلوة وراح أقدر أطير. حتى لو خلي أستعجل وأروح. يلا خلي أركض. يلا يا جيجي انزل انزل. يس انا قدرت اوصل، حتى ما شفت اي طيارة ساقطة. هي اسمعوني يا ناس، هاي البنت اللي قاعد تحكي كانت قاعد تكذب، حتى انا ستفقدت المدينة واصلا طياراتي ما ساقطة وماكو اي مشكلة. شنو؟ لو احنا لازم نتأكد بنفسنا، يلا نشتري طائرات. لا 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 مستحيل، هاي ليش هاي البنت المزعجة هيجي سوت؟ حتى ما اعرف شنو السبب، بس يلا اني ما علي بيها، وانا متأكد هسه الناس راح يتأكدون انه ماكو طيارة ساقطة وراح يجون يشترون مني. يس انا قربت على هذه المدينة، انا اعرف انه شخص يبيع طيارات. صحيح هي هذه الطيارات. يلا خلي استعجل واشتري طائرة مني. يلا خلي اركض.
يس أنا قعدت من الصبح وقدرت أصنع هاي الطائرات، بس أنا ما استخدمت الحديد الصحيح، أنا استخدمت مادة تكون أرخص حتى أربح هواية. يلا خل أنتظر. يس أنا جيت. مرحبا عمو. نعم أهلا بنتي، تفضلي. شفت عندك طائرات كلش حلوة، أنا بدي أشتري طائرة، أنا كلش عجبتني هذه الطائرة. اسمعيني، هاي مصنوعة من الحديد الأصلي، حتى هاي كلش قوية الطائرة. يعني هذه الطائرة ما تسقط مو صحيح؟ اي طبعا ما تسقط هاي الطائرة. كل الزين. حتى هاي سعرها 30 دايموند. بس هذه كلش غالية، 30 دايموند. اي نعم نعم 30 دايموند. اذا عجبتك هاي الطائرة يلا انطيني الدايموند. يلا اوكي انا غنية ما يخالف، امشي اني يكون عندي طائرة كلش حلوة. هاي تفضل عمو. كل الزين. واو انا ربحت 30 دايموند. كل الزين. يلا ساي البنت راح تروح واخيرا. بس انا ما متأكد إذا هاي الطيارة راح تسقط أو لا، لأني صانعها من مادة مو صحيحة، يعني مو نفس الحديد اللي أصنع منه. يس الناس راحوا تأكدوا، حتى بلغوني إن ماكو طيارة ساقطة، حتى أني فرحان. إيش قاعد أسمع؟ صوت طائرة غريب، مين قاعد يجي هذا الصوت؟ إيش قاعد أشوف؟ هاي رانيا الغنية مشترية طائرة، بس مو نفس الطائرات اللي عندي. خليني اروح واتاكد شنو هاي نوعية الطائرة. رانيا هاي شنو هاي الطيارة اللي عندك؟ جي شوف اسمعني، انا اشتريت طائرة وهذه احسن طائرة بالعالم، مثل هذه طيارتك. هذه مسافة كلش قريبة وتسقط، انا هذه اقدر افتر بيها كل العالم وما علي اي شيء. انا مطمئنة هذا من الايرون القوي، مو هذه طيارتك من الخشب. شنو؟ بس هذا مو ايرون، انا متاكد اني اعرف الايرون الحقيقي. معقول تكون هاي الطيارة مو حقيقية ومغشوشة؟ هي اسمع رانيا، إذا صعدتي بهاي الطيارة وطرتي احتمال راح تسقط هاي الطائرة. اسمعني، أنا عرفت ايش قاعد تحكي، حتى اشتري منك الطيارة، بس مستحيل هذا الشيء. يلا روح ابتعد، أنت أصلا مالك علاقة، يلا روح. شنو؟ والله أنت مزعجة، أنا متأكد هاي الطيارة مو حقيقية. هاي الطيارة مغشوشة أنا متأكد، هاي إذا طارت احتمال تسقط، بس شلون رانيا ما قاعدة تصدق؟ سواني ما علي بيها، انا نصحته وهي ما قاعد تسمع كلام، انا ما علي بيها. على العموم لازم هسه ارجع للناس وابيع لهم الطائرات. هي اسمعوني يا ناس، اذا تريدون تعالوا هاي طياراتي جهزت وتقدرون تشتروها، يلا تعالوا. يس انا قاعدة من الصبح، حتى انا كلش متحمسة، اليوم راح اصعد بالطائرة مالتي وراح افتر حول كل هذا العالم. خلي استعجل يا هذه طيارتي الأسطورية، يلا انطلقي يا طائرة، يلا انطلقي. واو يا أنا كلش متحمسة، يلا طيري يا طائرة طيري. وايش قاعد يصير؟ يلا طيري طيري. واو يس أنا كلش فرحانة، وأخيرا طيارتي راح تفترك حول كل هذا العالم، يلا طيري يا طائرة، يلا طيري طيري. وبس ايش بيها الطائرة؟ ما أعرف ايش قاعد يصير. لا راسي قاعد يوجعني، انا وين؟ وهذه الطائرة سقطت، حتى انا احب استب هذا المكان. يا ناس ساعدوني ساعدوني، معقول اذا بقت هنا ما حد ما راح يسمعني، ما راح ابقى بهذا المكان، حتى راح اصير هيك العظمي. يا ناس ساعدوني ساعدوني. يس انا قعدت من الصبح، حتى انا اليوم كلش فرحان، لان البارحة بعت طيارات هواية، حتى راح اصير غني. متأكد اجى شخص يريد يشتري طيارة مني؟ اي نعم انا جيت. شرطية؟ نعم يا شرطية. مرحبا جيجي، شوف اسمعني يا جيجي، انا اعرف انت عندك طيارات كل شي هواية وانت لازم تساعدني. ساعدكم؟ بس شو اقدر اسوي ساعدكم؟ شوف اسمعني، اليوم خبروا الناس انه هذه البنت الغنية رانيا طارت من الصبح بطائرتها، وبعدها ما عرفنا عنها اي شي، واحتمال تكون سقطت. شنو؟ أنا قلت لها رانيا، حتى أنا شفت الطيارة مالتها، وقلت لها هاي الطيارة ما راح تطير، أنا متأكد راح تسقط. شوف اسمع جيجي،
يعني أنت تقدر تساعدني وتقدر تأخذ طيارة من طيارتك وتبحث عنها بكل مكان. شنو؟ بس أنا هالطيارات مالتي مو مال بحث وانقاذ، لازم أصنع طيارة خاصة حتى أقدر أبحث عنها. جيجي إحنا نعتمد عليك. إيه طبعاً، أنتوا بدل تهتمون، هسا أنا راح أشتغل على السريع وأصنع طيارة مال إنقاذ وروح أبحث عنها بكل مكان. بس أنا إيش راح أسوي؟ يا شرطي يا شرطية. نعم نعم. هي طيارانية، أنتوا ما سمعتوا عنها طارت من أي اتجاه؟ والناس خبروني إنه راحت من هذا الاتجاه وبعدها اختفت حتى ما نعرف شو صار بيها. أوكي، لحد لازم أروح أنا من هذا الاتجاه. يلا يا جيجي، هسا لازم تصنع طيارة خاصة. يلا أوكي، لازم أخذ 2 مروحة وأخذ 7 حتى أقدر أصنع الطيارة الخاصة مالتي. يلا يا جيجي استعجل على السريع، خلينا المروحة وبعدين نجيب الخشب، خليه كل الزين. هسا أنا قدرت أصنع هاي الطائرة، هاي طائرة هليكوبتر، هي متخصصة بالإنقاذ. يوه بس أنا كملت، ولازم بعد شنو أجيب؟ أوكي، لازم أجيب هذا المحرك وأخذ فحم هواية حتى تشتغل هاي الطائرة. يلا أوكي، هسا خلي المحرك هنا كل الزين. يلا يا جيجي، هسا لازم أوكي تشتغل وتخلي هذا الفحم. يلا يا طيارة اشتغلي اشتغلي. هسا الطيارة بدأت تشتغل، هسا لازم أطير. يوه الطيارة طائرة، بس وين راح أروح؟ لازم أروح أبحث من هذا الاتجاه. يلا خل أروح. يس أنا جيت من هذا الاتجاه، بس كل شيء ما قاعد أشوف. بس يلا أنا طرت المسافة مرتفعة ولازم أشوف كل شيء. يلا خل أطلع بعد منه، بس هم قالوا هنا. ساش قاعد أشوف، والله أنا شفت أكو نار. إيه صحيح يا جيجي، أكو نار موجودة بهذا الاتجاه. يلا خل أستعجل، لازم أوصل على السريع وأنقذه. إيه والله الطيارة ساقطة هنا. يلا انزل انزل يا طائرة. يس أنا بديت أتقرب. يلا يا جيجي انزل، لازم استعجل وابحث. رانيا انت موجودة هنا. رانيا انت وينك؟ هي صحيح حياتها موجودة. يلا لازم أكسر على السريع ولازم أحاول أنقذها. هيا رانيا يلا تعاي تعاي. راسي راسي منو؟ انقذوني انقذوني. يس أنا جيت، أنا جيجي جيت قاعد أنقذك. ما جيجي أخيان يا جيجي، أنت نقذتني من هذا المكان، أنا كلش أشكرك. إيه اسمعين، تعرف أنا صيحت بعلى صوتي حتى خبرت الناس إني يساعدوني، بس ما حد ما قاعد يسمع. تعي تعي رونية، يلا أنا أعرفك أنت ما تقدرين تساعدي نفسك، بس يلا بس اصعدي اصعدي. يلا الطريق منا، يلا تعالي وراي، أنا عندي هاي الطيارة لازم تجين وراي حتى أنقذك. يلا أوكي ما يخالف، بس راح أجي وياك، بس ولو أنا كلش تعبانة ليه مو قاعد في مكان كلش حالي. صحيح، يلا اصعدي اصعدي وياي. يمزين انا قدرت انقذ رونيا. يلا طيري يا طائرة طيري. كل زين الطائرة بدأت ترتفع، هسا انا راح اخذك المستشفى واكيد راح يعالجوك. يلا طي يا جيجي استعجل، يلا خل استعجل. ياساني صالش قد قاعد انتظر، انا شفت الدكتور اجى على رانيا وقال اني عالجته وراح اصير زينه، بس ما اعرف شو وقت انتظر بعد. فتحت الباب. جيجي رانيا انت صرتي زينه مو صحيح. طبعا بس جيجي انا حاب كلش اشكرك، لو مو انت جيت ونقذتني كان ساني متت. بس انت كله بسبك جيجي، حتى انا كلش اشكرك ونعتذر على كل اللي سويته، حتى راح ارجع واخبر الناس انه انا كل هذا الحكي حكيت على طائرتك هذا كذب. راح اخبرهم انه طائرتك اسطوريه حتى كلش قويه ولازم يشتروها. واو انا كلش فرحان، معقول انت راح تبلغين الناس هذا الشيء حتى راح يجوني هواي يشترون مني؟ اسمعي جيجي مو بس هاي، انا حبيت اعطيك هذا الدايموند، هذا 64 دايموند هذا كله الك. راح اشتري عندك طائره، يعني عرفت انه طائرتك كلش قويه وهاي احسن طائرات عندك، بس انا ما صدقت. صحيح، واو رانيا انطتني 64 دايموند، حتى الناس كلهم راح يجون، بس المهم انه هي اعتذرت عن كل اللي سوته، حتى ساني كلش فرحان. بوم. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي بفيديو جديد، مع السلامة.